المشاهدون الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق. دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان القوى السياسية والوطنية بالبلاد لتغليب المصلحة الوطنية بتقديم تنازلات متبادلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والعيش الكريم. وأكد البرهان خلال كلمته في إفطار رمضاني بالخرطوم، أكد عدم وجود أي سبب للصراع الحالي، وأضاف: نريد أن نعمل سويا من أجل انتقال سياسي حقيقي يشعر به الشعب. وجدد البرهان التزامه بالعملية السياسية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، مشيرا إلى وجود متاريس تعيق تحقيق رغبات الشعب السوداني. وشدد البرهان على ضرورة أن يضع الجميع أيديهم مع بعض حتى يتم العبور بأمان من هذه المرحلة الانتقالية. أدى نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو أمس بمدينة النخيل بأم درمان واجب العزاء في شهيد القوات المسلحة المقدم أحمد محمد علي بخيت الذي استشهد أول أمس بمدينة زالنجي في ولاية وسط دارفور. وقدم دجلو التعازي لأسرة وزملاء الفقيد في القوات المسلحة، سائلا المولى عز وجل الرحمة والقبول للفقيد ولأهله وزملائه الصبر والسلوان. قال نائب مدير شرطة ولاية القضارف عبد الرحيم إبراهيم إنهم قد أنهوا إجراءات دخول عدد 40 عربة، منها 17 عربة دفع رباعي جديدة ستكون بمثابة دعم لقوات تأمين الموسم الزراعي. وقال مدير شرطة القضارف بالإنابة إن هذا الأسطول تم التعاقد عليه شراكة بين حكومة ولاية القضارف ووزارة الداخلية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في دفع عملية الإنتاج وزيادة الإنتاجية خاصة في ولاية القضارف التي تزرع فيها أكثر من 8 مليون فدان سنويا. وقال عبد الرحيم إنه قد تم تجنيد 290 جندي ليكونوا ضمن قوة تأمين الموسم الزراعي القادم، مرسلا بذلك رسالة تطمين واطمئنان للمزارعين. ورياضيا، حقق المريخ فوزا مستحقا على ضيفه تشرين السوري بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي جرت الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية. تقدم تشرين السوري بالهدف الأول في الدقيقة 13 من عمر المباراة عن طريق لاعبه عبد الرازق المحمد، لكن المريخ لم يستسلم وهاجم بضراوة حتى جاءت الدقيقة 29 من عمر المباراة حين أدرك التعادل عن طريق الجزول نوح. وبعد الهدف بثلاثة دقائق فقط أضاف البرازيلي باولو سيرجيو هدف التقدم للمريخ، لتنتهي المباراة بتقدم المريخ بهدفين مقابل هدف. ويستقبل تشرين المريخ في لقاء الإياب الثلاثاء المقبل بذات الملعب. المشاهدون الأعزاء، قدمت لكم موجز الأخبار من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والبرامج زوروا موقعنا على الإنترنت الشروق.net. كونوا بخير، إلى اللقاء.